كنشوفوا اننا قمنا بواحد النشاط اللي هو نشاط ثقافي تراثي اللي مرتبط بالواقع ديال زاكورا، هو تجسيد واحد الصوره مصغره على الواقع اللي كتعيشوا المدينه ديال زاكورا، بالاضافه لبعض التقاليد اللي كتعرفها البطاقه مثل التجسيد ديال العرس اللي تيعطي واحد صدى كبير واللي تيخلي الناس وتجذب الناس عنده تيخلي الناس انهم يجيو ويشوفوا اشنو هو كيفيه الطريقه كيفاش يجسدوا العرس التقليدي ديال زاكورا، كيفاش تيجسدوا الطقوس ديال العرس سواء بالنسبه للذكر وبالنسبه للانثى. قمنا بهذا النشاط العام فايت و 2015 وكان غير مختصر على يوم، هذا العام حاولنا اننا نجددوا شي امور. وحتى حنا بغينا نورو الناس ديال اكادير والناس ديال المناطق الاخرى اللي جاوا يقراو في لاماكن هنايا الثقافه اللي كتكون في البلاد والطبيعه ديال اللي كتنسجم في البلاد التبعيه سواء في الفولكلور او في الطريقه ديال التجسيد ديال العرس. ان شاء الله والله يترفع فيكم ان شاء الله.